بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبوته رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، طلابي وطالبات الصف الخامس بمدرسة الريان الخاصة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير صحة وعافية، وأن تكونوا دائما في أفضل حال، كما نسأله سبحانه وتعالى وهو خير مسؤول أن يرفع هذه الأمة عن الأمة أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، حفظكم الله سبحانه وتعالى أينما كنتم. درس جديد من دروس التربية الإسلامية، درس بعنوان وظائف الملائكة. تحدثنا قبل ذلك عن الملائكة وعن تعريفها وعن حكم الإيمان بها وما هو جبريل عليه السلام وما هي وظيفته. تحدثنا عن إسرافيل عليه السلام وميكائيل وملك الموت عليه السلام جميعا. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن بعض من وظائفهم، وسنتحدث عن بعض الخصائص التي اختص الله عز وجل بها الملائكة عن البشر، وسنتحدث أيضا إن شاء الله عن خلق الله للملائكة، ثم سنأخذ بعض الأسئلة على الدرس إن شاء الله. أولا تعالوا معي لنشاهد هذا الفيديو. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إذن سنتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن صفات الملائكة ووظائفهم. هل الملائكة صفات تميزهم عن البشر؟ وهل لهم وظائف؟ نعم. تعالوا أول شيء نعرف أو نتحدث عن خلق الله عز وجل للملائكة. نقول بأن الله عز وجل قد خلق الملائكة من طين ولا من نار أم من نور؟ نعم، خلق الله عز وجل الملائكة من نور، كذلك أنهم من عالم الغيب، يرون ولا نراهم، ولا يراهم على صورتهم الحقيقية إلا من ارتضى الله عز وجل له أن يراهم من الرسل والأنبياء. كذلك من خلق الله عز وجل للملائكة أن لهم أجنحة،
له أجنحة، منهم من له جناحان مثنى، ومنهم من له ثلاث أجنحة، ومنهم من له أربع أجنحة. إذا خلق الله للملائكة أنه خلقهم من نور، ولا يراه على صورتهم الحقيقية أحد من البشر إلا ما ارتضى الله عز وجل لهم من الرسل. الشيء الثالث أن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع. تعالوا أبنائي نتحدث عن بعض الخصائص التي اختصت بها الملائكة، أو التي اختص الله عز وجل بها الملائكة عن سائر البشر. البشر كلنا نعلم أننا نأكل ونشرب ونتكلم، نأكل ونشرب ونتكلم ونتزوج، كذلك من صفات البشر أيضا أنهم ينامون لأنهم يتعبون. لكن الملائكة على العكس من ذلك تماما، الملائكة لا يأكلون، لا يشربون، لا ينامون، ولا يتزوجون. كذلك من صفاتهم أنهم يتشكلون بأشكال حسنة، يتشكلون بأشكال حسنة، وقد يظهر الملك على صورته الحقيقية كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جبريل عليه السلام بصورة بشر حينما ظهر سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط أصحابه وسأله عن بعض الأسئلة عن الإسلام وعن الإيمان وعن الساعة. كذلك ظهر الملائكة لسيدنا إبراهيم عليه السلام بصورة بشر. ومن خصائص الملائكة أيضا أنهم لا يعصون الله أبدا، دائما طائعون لله، مطيعون لله. قال الله سبحانه وتعالى في ذلك الدليل على أنهم لا يعصون الله، قال ربنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الملائكة خصائص، نعم، أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون، ويتشكلون بأشكال حسنة، وقد تظهر الملائكة على صورتهم الحقيقية كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. كذلك من خصائصهم أنهم لا يعصون الله أبدا. الشيء الأخير، بعض من وظائف الملائكة. أخذنا قبل ذلك وظائف سيدنا جبريل عليه السلام ووظائف باقي الملائكة. اليوم بنأخذ إن شاء الله ونكمل بعض الوظائف. الوظيفة الأولى أنهم أمناء فيما يبلغونه عن الله عز وجل، يبلغون الوحي للرسل عن الله سبحانه وتعالى. منهم جبريل عليه السلام، قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا الشيء الأول، أنهم أمناء فيما يبلغونه عن الله عز وجل. الشيء الثاني يا أبنائي أنهم يحفظون المؤمنون من كل سوء ومكروه، يحفظ المؤمنون من كل سوء ومكروه. كذلك أنهم يجلسون أو يحفون المؤمنين في مجالس العلم لأنهم يحبون المؤمنين. الشيء الثالث أنهم يسجلون أعمال الناس كلها، إن كانت صالحة يسجلوها، إن كانت غير ذلك يسجلوها. آخر شيء إن شاء الله في هذا الدرس بعض الأسئلة علي. السؤال الأول، أكتب ثلاث وظائف للملائكة. الأولى أنهم يبلغون الوحي وهم أمناء في تبليغهم الوحي. الشيء الثاني أنهم يحفظون المؤمنون من كل شر ومكروه. الشيء الثالث أنهم يكتبون أعمال الناس. استدل من القرآن الكريم بما يدل على طاعتهم لله سبحانه وتعالى. أذكر دليل من القرآن الكريم يبين أن الملائكة لا يعصون الله أبدا. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إلى هنا نقول قد انتهينا من درس صفات الملائكة ووظائفهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم مما تعلمناه. طبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلة، حفظكم الله سبحانه وتعالى أبنائي أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.